اجي باقي ما عندكش كنزب. واحد 300 درهم مازوط، طاجين دجاج وشي جوج سافرنوت. مصطفى عارف شي يقول، وقت ما تيعمر المازوط تيربح نقيطات كنزاب، يقدر يدير بهم اللي بغى، يعاود يعمر بهم المازوط ولا يبرع مالين طار بشي غديوات دايزه الكلام. دير بحال مصطفى وما تسمحش في نقيطاتك، تيلي شارجي كنزاب دابا تقدر تربح نقيطات في اكثر من 1100 متجر في المغرب.